في بين ندم صباح، ده اللي حصل حصل، والعايط على الفايت نقصان عقله بنت الناس. انا هنستنى بقى لما الدنيا تتطرف ودماغنا يا اخويا. العايط على الفايت نقصان عقله، لكن ما دام الفايت ده ورانا ورانا لازم نقعد ونفكر نشوف هنتصرف ازاي وهنعمل ايه في المستقبل اللي ملوش اي لازمه. العمل عمل ربنا يا صباح، انا من زمان ما كنتش بعمل حساب لحد ولا كنت بفكر في اللي جاي، وربك ما كسفنيش، استرى معايا انا وانت والواد اللي نايم جوه ده. هاجي دلوقتي واشيل الهم ده بقى اسمه كفر. ارمي حمولك على الله قولي بس يا رب كده اهوت، وهو هيسلكها من عنده. نعم بالله قدام عنده مسهل من صباح الخير، واحنا ملناش غيرك، هنعمل ايه بقى لو اتعرضوا لك؟ جرى ايه يا بت؟ جوزك مش سهل، واللي يجي في طريقه هيبقى هو اللي جانا على روحه. وبعدين انا قلت لك 100 مره اللي معاه رب العباد ما خافش من العباد، واحنا رحنا له بقلب ونيه سليمه، تفتكر هيسيبنا لكلاب السكك تنهش فينا؟ يا بيت ربك احلى من كده بكتير. خلاص خلاص ما تخافيش، احتياطي بس ما تفتحيش الباب طول ما انا مش موجود، لو حصل نوش كده ولا كده كلميني على المحمول. يلا نتكل على الله دلوقتي. هو صحي؟ حتى ولا اشتريه؟ يسمع قناة بدروم صح؟ تصدقوا تأمني بيه؟ الواد ده في حاجة لله، وربنا يكرمنا أنا وأنت عشان خاطر الواد ده. أخش أبو صاحبنا ما أمشي.